في الملف الثاني، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن المبادرة المصرية هي الأساس لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. وأكد السيسي في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه مهام منصبه جمعه برئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي أن المبادرة طرحت قبل ازدياد أعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين إلى هذا الحد. من جانبه أكد رينزي على دعم إيطاليا الكامل لتلك المبادرة. التفاصيل في سياق هذا التقرير. ملفات رئيسية تم التطرق إليها خلال المؤتمر الصحفي والذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وماتيو رينزي عقب مباحثات جرت بينهما بمقر رئاسة الجمهورية بالقاهرة، وجاء ملف غزة في الصدارة، حيث أكد السيسي أن المبادرة المصرية تتيح فرصة حقيقية لإيجاد حل للعنف الدائر في قطاع غزة منذ أسابيع، لكنه حذر من أن فقدان الوقت يزيد الأمر تعقيداً. من جانبه أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن دعم بلاده الكامل للمبادرة المصرية، مطالبا في الوقت نفسه بالإفراج الفوري عن الضابط الإسرائيلي المختطف. المبادرة المصرية هي الفرصة الحقيقية لإيجاد حل حقيقي للأزمة اللي بتدور في قطاع غزة، هي الفرصة الحقيقية لإيقاف نزيف الدم الفلسطيني اللي موجود في قطاع غزة. بقول لكل اللي بيسمعني دلوقتي، الوقت حاسم، الوقت حاسم، لابد من استثماره وبسرعة لإيقاف إطلاق النيران والتهدئة في القطاع وإيقاف نزيف الدم الفلسطيني. وعلى الصعيد الليبي، دعا الرئيس السيسي المجتمع الدولي لمواجهة حقيقية من أجل وضع حد لتدهور الأوضاع الأمنية هناك. ومن جانبه أشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن إيطاليا تتقاسم مع مصر مخاطر عدم الاستقرار الذي تعيشه ليبيا. إننا نتقاسم مع مصر خطر تزعزع الاستقرار للمنطقة الذي ينطلق من ليبيا، لذا فإن مواجهة الإرهاب لا تأتي إلا بتعاون وثيق مع مصر وحكومتها. وعن استراتيجية مكافحة الإرهاب، أكد السيسي ضرورة معالجة الجهل والفقر وكذلك تطوير الخطاب الديني، مشددا على أهمية دور الإعلام الرشيد في محاربة التطرف والإرهاب، وهو ما أيده فيه الضيف الإيطالي. وفي نهاية المؤتمر وجه السيسي رسالة للداخل والخارج، مؤكدا أن بلاده تستعيد عافيتها في المنطقة وتقوم بإجراءات سياسية واقتصادية تدل على ذلك، من خلال الالتزام بخارطة الطريق والتي وصلت إلى المرحلة الثالثة والأخيرة منها بإجراء الانتخابات البرلمانية المرتقبة قبل نهاية العام. ولمناقشة هذا الموضوع معنا من القاهرة ينضم الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. ومن رام الله ينضم إلينا السيد زياد أبو عين، عضو المجلس الثوري لحركة فتح. أبدأ معك سيد أبو عين، يعني ما هي السيناريوهات المحتملة الآن فيما إذا قرر الإسرائيليون فعلا وقف إطلاق النار من جانب واحد، ونقلوا المعركة دبلوماسيا إلى مجلس الأمن ليأتي القرار من هناك؟ يعني حقيقة نتنياهو أراد أن يبدأ بالمعركة وأن ينهي المعركة وفق تقديراته ووفق حساباته الشخصية. نتنياهو أصدر أوامره بإعادة تموضع قواته وليس انسحاب قواته، أي وضع قواته الإسرائيلية، سيضع قواته الإسرائيلية في حماية ذاتها من نيران المقاومة الفلسطينية، وسيطلق العنان لقواته الإسرائيلية لاستمرار ممارسة الحرب الإبادية التي تعرض لها شعبنا الفلسطيني، أي أنها تقتل ولا تقتل. هكذا أراد نتنياهو من خلال إعادة انتشار قواته وعدم استمرار وجودها في المناطق الآهلة، أو مزيد من الاجتياح إلى قطاع غزة، أو مزيد من توسع العدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وتمكن وتمركز القوات الإسرائيلية لاستمرار عدوانها بشكل أو بآخر هنا أو هناك على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. كل ذلك يدلل على أننا نتعرض إلى موضوع خطير جدا. كان مقدرا أن نلتقي في القاهرة جميعا الفلسطيني والإسرائيليين برعاية مصرية بوفد فلسطيني موحد لمنظمة التحرير الفلسطينية، يستطيع الوصول إلى كل مطالب المقاومة وكل مطالب الشعب الفلسطيني، وهو فك الحصار عن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والسعي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. ولكن يظهر أن الإسرائيليين بهذه الخطوة الأعادية الجانب مرة أخرى يريدون الهروب من أي استحقاقات سياسية إلى أي مدى هذه الخطوة سيد أبو عين، إلى أي مدى هذه الخطوة ستكون محرجة بالنسبة يعني قضية خطيرة جدا. أنا لحماس يعني
أو القضية خطيرة جدا، ما قام به نتنياهو الآن الأمر خطير جدا، لأنك أنت لا تستطيع إدخال لا كيس إسمنت ولا حبة دواء إلى قطاع غزة إلا بموافقة الإخوة المصريين أو الموافقة الإسرائيليين. هذا شأن معروف جدا، وأنت بدون وصول لحل سياسي عبر بعد هذا الدم الفلسطيني وبعد آلاف الشهداء وآلاف الجرحى الفلسطينيين أن تصل إلى اتفاق أو تفاهم من خلال اللقاء الذي كان مقررا أن يعقد بالقاهرة، وتهرب الجانب الإسرائيلي وعدم وصول إلى القاهرة، ذلك يضعك في أزمة ميدانية من جهة، وأزمة استمرار الحصار من جهة أخرى، ووجود مئات آلاف الفلسطينيين الذين ينتظرون إعادة الإعمار وإعادة الإسكان وإدخال الدواء وإدخال الطعام لهم جميعا، وترك الأمر بيد الإسرائيليين المتهربة من استحقاق هذا الدم الفلسطيني. الإسرائيليين الآن نفذوا من طاولة المفاوضات التي يجب أن تعقد في القاهرة غدا صباحا، وكذلك بدأوا أن يفرضوا أجندتهم الأمنية كما يرغبون الإسرائيليين، أن يبقوا قطاع غزة تحت مرمى نيرانهم، وإعادة موضوع الجيش الإسرائيلي بحيث أن يقللوا من حجم الإصابات العسكرية التي أصيبوا بها في من خلال اجتياحهم لقطاع غزة. نعم سيد، دعني أن أنتقل إلى القاهرة إلى الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. يعني الإسرائيليون بدأوا الحرب دون أخذ رأي أي طرف، أوقفوا الحرب دون أخذ رأي أي طرف، وقرروا أن يعني نتنياهو يقول اليوم تموضعنا في بعض الأماكن وستستمر العملية ونحن غير معنيين بأي حوار. أين ما هو مصير المبادرة المصرية وفق هذه المعطيات؟ أنا أعتقد المبادرة المصرية ما زالت قائمة. وجود الوفد الفلسطيني في القاهرة أنا أعتقد أنه شيء إيجابي جدا، يحرج إسرائيل ويحرج الولايات المتحدة أيضا. إسرائيل أيدت المبادرة المصرية من قبل، الولايات المتحدة أيدت المبادرة المصرية من قبل. أنا لا أعتقد أن ما قاله نتنياهو اليوم بخصوص إعادة انتشار القوات الإسرائيلية يعني رفض المبادرة المصرية أو رفض الحضور إلى مؤتمر القاهرة. أنا أعتقد أن هذه ولكنه مناورة قال ولكنه سياسية. قال إن إسرائيل ستستمر بعملياتها العسكرية بدون وقف إطلاق النار أو مع وقف إطلاق النار، إذن هو غير معني بأية مبادرة وأية اتفاق. ولكن لن يتحقق السلام للإسرائيليين إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وسيبدو في النهاية أن كل العملية العسكرية هي عملية فاشلة أمام الرأي العام الإسرائيلي. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تمارس ضغوط خلال الساعات القادمة على إسرائيل كي تشارك في مؤتمر القاهرة، وأعتقد أنه سوف يحدث أيضا تواصل بين مصر والحكومة الإسرائيلية بهذا الشأن. أعتقد أن إسرائيل سوف تشارك، لأنه لن يتحقق لها السلام إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. طيب سيد زياد أبو عين، يعني الرئيس محمود عباس يوم أمس قرر إرسال الوفد الفلسطيني لإحراج الإسرائيليين ومحاولة استدراجهم للدخول في حوار، ولكنهم أحرجوا حماس بقرارهم الأخير. هل تعتقد بأن الوفد في القاهرة سيبقى ينتظر الإسرائيليين، أم أنه سيخرج بقرار جديد إذا ما اختلفت الأمور في قطاع غزة؟ يعني حقيقة الوفد القاهرة هو جاء لتلبية نداء قيادة القاهرة والسيد الرئيس فخامة الرئيس السيسي، الذي وجه دعوة للسيد الرئيس أبو مازن بوفد فلسطيني موحد. وقام السيد الرئيس أبو مازن بمجموعة اتصالات دولية وأقليمية، ونعلم جميعا أنه كان هناك توافق بالأمس لعملية الهدنة 72 ساعة التي اتهمت بها إسرائيل واتهمت بها المقاومة، كل منهما الطرف الآخر، في موضوع خرق هذه الهدنة. وأنا بتقدير الإسرائيليين هم الذين خرقوا هذه الهدنة، ولكن الرئيس الفلسطيني أبو مازن الذي قضى ليلة أمس أول أمس حتى
الساعة الرابعة صباحا ويجري سلسلة من الاتصالات لفكفكة مجموعة الألغام التي تحول دون وجود وفد فلسطيني موحد يذهب إلى القاهرة برسالة واحدة تحت قيادة منظمة تحرير الفلسطينيين. والمصريين قالوا نحن لن نفاوض فصيلا فصيلا، نحن نريد وفد فلسطيني متفق عليه تحت قيادة الشرعية الفلسطينية، يشارك به من يشارك به من كل الفصائل الفلسطينية، أهلا وسهلا بهم، ولكن تحت ظل العلم الفلسطيني، تحت ظل منظمة تحرير الفلسطينيين، تحت ظل القيادة الفلسطينية، وكذلك بموقف فلسطيني واحد. وبتقدير السيد الرئيس أبو مازن أصر على ذهاب هذا الوفد لأنه تعلم جيدا أنه تم محاولة التهرب الإسرائيلي صباح أمس من موضوع بتهمة خرق التهدئة والصراخ الأمريكي والأوروبي والغربي الذي حدث بالأمس لإرباك الحالة الفلسطينية بعد وصول لهدنة 72 ساعة، ولكن الرئيس الفلسطيني من أجل ترسيخ مبدأ أننا موحدين كفلسطينيين، موحدة مطالبنا كفلسطينيين، سنذهب للقاهرة موحدين ولدينا صفحة من السلام والدعوة لتحقيق حقوقنا الفلسطينية الوطنية الرئيسية. طيب سيد زياد أبو عين، دكتور محمد كمال، يعني ليلة الأمس حينما صباح الأمس بالحقيقة حينما بدأ هجوم إسرائيل على رفح، هنالك من قرأ هذا الهجوم العنيف جدا بأن إسرائيل إذا وصلت إلى القاهرة سيكون موقفها ضعيفا جدا في الحوار، لذلك هي افتعلت هذا التصعيد وبالتالي قررت قرار أن لا تعتني بالمفاوضات وأن تستمر في عملياتها العسكرية. كيف قرأت الموقف أنت؟ أنا أعتقد إسرائيل تحاول يعني الاستفادة من عنصر الوقت لإلحاق المزيد من التدمير للبنية العسكرية لحماس والبنية المدنية في غزة بشكل عام، وربما إضعاف الموقف التفاوضي لحماس. لكن أنا أعتقد أن نتنياهو الآن في موقف ضعيف أمام الرأي العام الإسرائيلي، حتى لو بدت استطلاعات الرأي العام توضح أن شعبيته تزداد، لأنه في مرحلة تالية سوف يكون عليها أن يواجه الرأي العام الإسرائيلي بنتائج الحملة العسكرية في غزة. مسألة تدمير الأنفاق دي مسألة الحقيقة يعني ليست لها أهمية كبيرة بالنسبة للرأي العام الإسرائيلي، ولكن العنصر الأساسي في الأمر يتعلق بإطلاق الصواريخ من غزة، وبالتالي إذا لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق للنار، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الوفد الفلسطيني الموحد، لن تتحقق هذه النتيجة، وقد تبدو العملية العسكرية الإسرائيلية بمجملها على أنها عملية فاشلة. لذا أنا أعتقد أن ما قاله نتنياهو اليوم هو من باب الاستهلاك المحلي، من باب الظهور أمام الرأي العام الإسرائيلي بأنه حقق معظم الأهداف العسكرية فيما يتعلق بتدمير الأنفاق إلى غيره. لكن أنا أعتقد في النهاية أن التصرف الانفرادي، التصرف الأحادي الإسرائيلي لن يجدي، وسيكون على إسرائيل الجلوس مباشرة مع الوفد الفلسطيني، وأعتقد أن هذا سوف يتحقق قريبا. نعم دكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، كنت معي من القاهرة، شكرا جزيلا لك. ومن رام الله سيد زياد أبو عين، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، شكرا جزيلا لك من رام الله. ملفات متواصل من الغد العربي وفيه بعد قليل. في العراق مقتل 16 من عناصر البيشمركة في قصف لطائرات عراقية في الموصل، واشتباكات بين الجيش العراقي وداعش جنوب بغداد.